السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا صباح الخير عليكم، يا صباح الفل عليكم كلكم. النهاردة بالنسبة لي بصراحة يوم مختلف، لأن أنا متحمس جدا لشركة دخلت السوق المصري في فترة قليلة جدا، الناس كانت منتظراها، دخلت السوق العالمي في فترة 8 شهور وقدرت تكون منافسة لشركات بقالها فترة كبيرة جدا موجودة في السوق العالمي. شركة عمرها 8 شهور بتنافس مع شركات عمرها 8 سنين. بصراحة طلبت ان احنا ان انا اتكلم معاهم، وتوقعت في عز الزحمة دي انهم هيرفضوا. الناس وافقوا وانا نازل بالبيت دلوقتي، نازل من الاستوديو رايح اقابلهم اتكلم معاهم، يردوا على اسئلتنا، نشوف ايه الاخبار. ملحوظة مهمة جدا عايز اقولها، الفيديوهات دي فيديوهات غير ممولة، مش بفلوس. يعني انا بعمل الفيديوهات دي علشان نوصل لاخبار احنا عاوزين نوصل لها. في يوم من الايام هتبقى بفلوس ولا لا، دي قصة تانية، بس لحد هذه اللحظة الفيديوهات دي من غير فلوس. بنعمل الفيديوهات دي عشان اوصل لكم المعلومات، اخلي فيه تواصل بينكم وبين مديرين الشركات ومسؤولين الشركات موجود. فاي حب او ميول لشركة، مش بتكلم على شركة ريلمي اللي احنا رايحين لها النهاردة، او اي شركة عموما هتلاقيني بتكلم عليها بحماس، ده مش تطبيل، ده مش عشان حاجة، ده عشان انا ببقى مقتنع باللي انا بعمله. يلا بينا دلوقتي نروح ونشوف نتيجة اللقاء مع استاذ أندرو نبيل، مدير العلاقات التسويقية بشركة ريلمي مصر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة. النهاردة من ساعة ما ابتديت سلسلة حوار صريح جدا ده، ومن غير زعل زي ما بنسميها مع بعض بأسامي مختلفة، انا الحلقة دي انا مبسوط بيها جدا، لاني معايا حد انا بحترمه. مش كلام والله، انتوا عارفين انا ما بقابلش لحد، بس هو فعلا اللي جوه المجال ده يحترم الراجل ده جدا، راجل بيحب شغله جدا، وراجل من الناس اللي فاهمه، وانا بحب اللي بيشتغل بفهم مش بيشتغل لمجرد شغل. معانا استاذ أندرو نبيل، مدير العلاقات التسويقيه بشركه ريلمي، الشركه الاحدث في السوق المصري، احدث وصولا للسوق المصري، واللي واخده صيت جامد جدا، واللي كتير منكم عاوزين يعرفوا حاجات عنها. جينا الاستاذ أندرو، وكعاده الاستاذ أندرو ما تاخرش علينا وادانا من وقته، رغم ان في الوقت ده في طرح للاجهزه وشغل ضغط شغل جامد جدا، بس ما تاخرش علينا. ونرحب باستاذ أندرو، منور الدنيا. احنا عندك بس انت منور الدنيا كلها، منورنا صدقني. ربنا يخليك، متشكرين لحضرتك قبلت الطلب بتاعنا دايما معاك عشان نرد على اسئلتك. ربنا يخليك يا رب. مش هنعطل حضرتك وهنبدا على طول بالاسئله بتاعتنا. السؤال الاكثر شيوعا للناس، تمام، ريلمي هي اوبو ولا اوبو هي ريلمي، ولا دي حاجه ودي حاجه؟ طيب خليني احكي لك باختصار وبسرعه. الرئيس التنفيذي لأوبو اللي هو سكايلي من حوالي 8 شهور كده قرر ان هو ينفصل عن أوبو ويأسس علامة تجارية جديدة بتستهدف الشباب فقط، وبتركز على الفئة المتوسطة، تمام، وبتحاول تقدم مواصفات فلاكشيب او رائدة، ولكن بأسعار تناسب الشباب وتناسب الشريحة اللي هو بيستهدفها. هي تمام. دي قصة ريلمي عن أوبو. تمام. طب ايه سبب نزول ريلمي في دول معينة؟ يعني ريلمي دلوقتي ما توجهتش لكل الدول، هل ده سبب تنافسي ولا دي خطة تسويقية وفي انتشار هيحصل الفترة اللي جاية؟ ريلمي استهدفت الاسواق الاكثر تنافسية. زي ما حضرتك عارف، اول بلد ريلمي نزلت فيها هي الهند، والهند تعتبر اكبر سوق للموبايلات في العالم واكثر الاسواق تنافسية. تمام. واخترنا الهند ان هي تكون نقطة الانطلاق، وبعديها انتشرنا في دول شرق اسيا كلها، وبعد 8 شهور دلوقتي قدرنا ان احنا تكون مصر هي رقم واحد في افريقيا والشرق الاوسط، وان شاء الله في 2019 هنكون بننتشر اكتر في بقيه الدول العربيه وفي افريقيا. يعني نقدر نعتبر ان هي خطه تسويقيه استهدفت الاسواق التنافسيه اولا، بالزبط. لكن هتستمر وهتخش اوروبا، هتخش واحنا اعلنا في المؤتمر بتاعنا اللي هو كان يوم 9 يناير ان احنا كمان في 2019 مش بس هنتوسع في افريقيا والشرق الاوسط، لكن ان شاء الله داخلين اوروبا في نفس السنه. اصل كان اللي خلاني سالت السؤال ده الحقيقه، ان كان في ناس قالت ان زي ما بنسمع على كل نزول كل ماركه جديده، ده ريلمي نازله لماركات معينه فتره معينه صغيره، بس انا لما شفت الـ 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 الاستعدادات والتسويق بخبرتي على قد دي، قلت لا دي شركه نازله تنافس، عشان كده قصدت اسال حضرتك السؤال. السؤال الاكثر والاهم جدا من يوم المؤتمر بتاع اللونش او بتاع اطلاق الجهاز في مصر، ايه هو؟ هل الجهاز نازل بسعرين الناس
قعدنا فتره عقبال ما قدرنا نوصل لهم ان الجهاز فيه سعر هيشتري بيه اونلاين. طب لما هو فلاش سيل هل ده هيستمر فور ايفر؟ طب هل السعر الرسمي هو ال 4990؟ فازاي الجهاز نزل بسعرين؟ خليني اشرح لك. دي استراتيجيه جديده ريلمي هي تعتبر اللي اطلقتها بدايه من الهند وبنحاول ننشرها في بقيه الدول اللي احنا دخلناها. تمام. احنا البراند هي اكتر اي كوميرس اورينتد، بنركز اكتر على التسويق الالكتروني. ونكون ان احنا متواجدين على منصات التجاره الالكترونيه، وزي ما حضرتك عارف دي البلاتفورم اللي الشباب بيقضوا معظم وقتهم عليها. دلوقتي الشباب لو هو عايز موبايل او لو عايز اي برودكت عامه ليه علاقه بالتكنولوجي مش هينزل يشتريه من المحلات، الموضوع بقى تقيل الى حد ما، بيدخل الاول يدور اونلاين ويشوف، كمان لو بيتباع اونلاين ده بالنسبه له هتكون سهل، يعني في فرايتيز كتير كمان في مكان واحد. بالظبط. فاحنا استراتيجيتنا في التسويق لموبايلاتنا في ريلمي هتكون اكتر من خلال منصات التجاره الالكترونيه، وزي ما حضرتك عارف ان الكوست كمان بتاع الاونلاين بيبقى اقل بكتير، مش بيعدي على ليفلز كتير تقدر تزود سعره ولا شحن ولا اي حاجه، هو بيبقى دايركت من منصه التجاره الالكترونيه او من الاي كوميرس بلاتفورم دي للبيت على طول. واعتقد ان الجزء الخاص بمكسب الايجنت اللي بيسلم بيبقى جواه الدليفري، يعني هو بياخد جزء المكسب، غير لما بيكون بينزل للتاجر او لمكان على الارض بيبقى حضرتك اللي بتضطر توصل له الجهاز لحد عنده، يعني لحد عند التاجر، فبيبقى عندك الكوست هنا بتزيد. فالموضوع ريليتد للكوست، هم مش سعرين. بالظبط، مش سعرين، احنا بنحاول نوصل لاقل كوست اللي الشباب هيكون مبسوط بيه، ان هو شايف ان السعر ده سعر منافس وهو بيدفع فعلا سعر مقابل جهاز قيم بيقدمه له. ودي حقيقه. بص انا اتبسطت الفكره جدا، ان هو الفكره الرئيسيه اللي بقت قايمه دلوقتي ان هو انا اقلل من الكوست لصالح العميل، ودي انا شايفها سياسه ناجحه شركات كتير بتطبقها، فده جميل جدا يعني. طيب ازاي قدرتوا توصلوا بالامكانيات العاليه دي؟ خلينا نتكلم يعني، ولا انتوا حاطين معالج لايت ولا ايه؟ ازاي قدرت توصلوا بامكانيات يعني الحاجات دي عالميه، شركه كوالكوم شركه عالميه، الرامات انتوا اعلنتوا رامات دي دي 4 اكس، فيعني يعني رامه محترمه، فازاي قدرت توصل بالكوست دي للامكانيات دي؟ يعني جهاز محترم، يعني انا صريحا الناس يمكن متابعين عندي الحمد لله عارفين ان انا بقول في جهاز هو يا دوب على قد سعره كده، لكن الجهاز ده محترم على سعره، ازاي قدرتوا توصلوا لده بقى؟ هي دي الاستراتيجي الداخلية للشركة، هي تقليل أقل تكلفة لسعر الجهاز عشان يتباع بالسعر المناسب اللي في نفس الوقت العميل يستحق ان هو يدفع فيه الثمن ده عشان ياخد القيمة دي من الموبايل. فهي اكتر موضوع تقليل كوست عندنا عشان نقدر نوصل الجهاز بالسعر المنافس ده وفي نفس الوقت بأعلى الإمكانيات وباحدث تكنولوجي. التكنولوجي دلوقتي بتتطور كل يوم، الجهاز اللي دلوقتي ب 8 جيجا يعتبر في الفئه المتوسطه، واظن ان احنا اطلقنا يعني الحاجه دي ان نكون عندنا دلوقتي مش ب 8 جيجا حاليا، في فلاج شيب ب 15 و16. اظن اتوقع الفتره الجايه هيكون في اجهزه كتير في الفئه المتوسطه هتيجي بنفس الامكانيات والعتاد اللي في الجهاز بتاعنا. انا لاحظت السياسه دي، سياسه السب ايجنت طبعا زي ما حضرتك عارف موجوده في العربيات، في الفود اند بيفرج، في الاكل، في كل حاجه، بس لاحظتها لو كنت لقيت اعلانات شوارع بصراحه كنت استغربت اكتر، لكن انا لاحظت ان انت بتوفر لصالح العميل، ده اللي انا وصل لي. بالزبط. فانا بس باكد معلومتي انها يعني معلومه سليمه. طيب جهاز السي 1 تمام وجهاز ريلمي 2 برو، دول الجهازين المطروحين حاليا من شركه ريلمي. هناخد جزء جزء. جهاز ريلمي 2 برو شايف مين المنافسين؟ وبلاش نقول اسامي شركات، هل ليه منافسين او اللي هو الاوحد في هذه الفئه؟ بالتاكيد ليه منافسين، زي حضرتك عارف السوق المصري قوي جدا، واحنا حاولنا نوفر امكانيات في جهاز بسعر بحيث ان هو يتفوق على منافسيه، لكن اكيد في منافسين كتير للريلمي 2 برو. تمام. وبالنسبه للسي 1 شايف له منافس؟ بصراحه في رايي الشخصي بغض النظر عن ان انا بكلمك يعني. هنا من ان انا ريلمي، السي 1 هو ملك فئته، ملوش اي منافس في فئته السعريه مقابل الامكانيات اللي بيقدمها. هي دي حقيقه فعلا، يعني بصراحه التسعير بتاعه تسعير انا شايفه محترم جدا، والناس هتجرب وتحكم. طيب عايز حضرتك برضو معلش تشرح للناس عشان دي برضو متضاربه، قصه الاونلاين او البيع اونلاين اللي بيبقى يوم في الاسبوع دي مستمره فتره قد ايه ولا دي على طول؟
لحد دلوقتي اه دي يعني في الوقت الاستراتيجي، الحالي. في الوقت الحالي دي الاستراتيجي بتاعتنا للموبايلين اللي هيكونوا موجودين، اللي هما ال2 برو والسي 1. هيكون في فلاش سيل اسبوعي على الاجهزه. حابب بس اوضح نقطه، ان ال2 برو 8 جيجا بايت هيكون اكسكلوسيف للاونلاين بس، مش هيكون موجود بعد كده يعني اللي هينزل في الاوفلاين او في المحلات الاربعه 64 بالظبط، هيكون النسخه الثانيه. اما ال8 جيجا هو اكسكلوسيف للاي كوميرس بس. تمام. طيب ايه اللي احنا هنشوفه الفتره اللي جايه، او خلينا ما نحددش، في تطورات هنشوف حاجات مختلفه. يعني احنا ريلمي عملت بالبلدي بتاعنا كده، نزلت في السوق عملت بوم، حته 8 جيجا بالسعر ده عملت قلبه في السوق. هل هيبقى دي السياسه بتاعت الشركه بعد كده، ان هو بتنزل دايما اصفي؟ انا يعني بعتبر توقع المزيد، ما هو ده اللي اقصده. في شركات في المجال في الفرع عموما، في شركات بتعمل حاجه وشركات بتمشي وراها، فريلمي كان ليها اسبقيه، واكيد في شركات كتير هتمشي وراها، فنتوقع ان في دي السياسه بتاعت الشركه دايما الاسبقيه. ان شاء الله احنا يعني بنحاول على قد ما نقدر نطور من اجهزتنا انها تكون سابقه تكنولوجيا عصرها في الفئه السعريه بالذات، مش التكنولوجيا عامه، ان احنا نحاول نقدم اكتر تكنولوجيا المستخدم محتاجها، ولكن في الفئه الاقتصاديه والفئه المتوسطه اللي تمام. الشباب يقدر عليها ويكون محتاجها يوميا. فتوقع اكتر ان احنا هنعمل حاجات جديده ما توقعتهاش قبل كده في الفئه السعريه اللي هتكون اجهزتنا أنا نازله متأكد بيها. من ده الحقيقة. طيب إيه آخر حاجة حضرتك تحب توجهها للشباب وللناس، المستخدم المصري اللي بقى ذكي جدا، إيه الرسالة اللي حضرتك كراجل خبير في مجال التقنية وشغال في شركة أنا شايف إن هي رغم إن عمرها صغير واقعيا، ولكن دخلت في تنافس مع شركات قد عمرها 10 مرات، بقى لها 8 سنين و9 سنين في السوق، دي حقيقة، الحمد لله. واتعمل لها حساب من البداية. ايه اللي حضرتك تحب تقوله للناس او توعدهم بيه من يبقى حصري لينا او من خلالنا؟ اول حاجه اللي احب اطلبه من الشباب، ما تمشوش ورا الاشاعات، اتاكد بنفسك من كل حاجه، اتاكد من الويب سايت الاوفيشال بتاع كل شركه، دور ورا كل جهاز كويس قبل ما تحكم، وقبل ما تقرر تعمل او قبل ما تقرر تشتري جهاز بعينه، سواء من ريلمي او من اي براند. بنتكلم في العموم، مش بنتكلم صح على صح موبايلي انا ولا قلتها انا في موبايل اي فيديو قبل شركة كده، تانية. اعتمد على انك تقرا تشوف بالظبط، تسمع اعتمد على تجرب. نفسك الاول، جرب بنفسك، احسن حاجه ان الواحد يعلم نفسه بنفسه، ودور على المعلومه. سمعت اشاعه على اي صفحه او على ايا كان، سمعت معلومه دور وتاكد وراها، ادخل على الويب سايت الاوفيشال بتاع الشركه، ممكن تبعت ميل لاي شركه ايا كان المعلومه دي، سواء بتتكلم عن اي صح شركه، شركه كلام سليم. موبايلات ولا شركه بروسيسورز او كاميرات، ابعت ميل للشركه لو عايز تتاكد بحاجه معينه، هتلاقي كل الشركات فيري ريسبونسيف معاك، بترد عليك بالمعلومه الصح. تمام. واحنا في ريلمي بنوعد الشباب باجهزه اكثر تنافسيه ان شاء الله في الفتره اللي قدام، ان احنا دايما هنحاول نديهم احسن قيمه، افضل قيمه مقابل السعر اللي بيدفع. انا بشكر حضرتك شكرا، ولسعة صدرك ميرسي ولاجاباتك جدا. الجميله، وان شاء الله مش هيبقى يعني ده اخر لقاء لينا مع استاذ اندرو، ان شاء الله يبقى اللقاء الجاي مع ان شاء التطور الله الاكبر للشركه، ومع كل ما الشركه تكبر نبقى مع حضرتك على طول، وان شاء الله استاذ اندرو هيبقى متابع الكومنتس بتاعتكم والاسئله بتاعتكم، لو في اي حاجه انا لو حاجه ما اتطرحتش او ما وضحتش قولوها لي وانا هبلغها للاستاذ اندرو واجيب لكم الرد بتاعها ان شاء الله. وبشكركم واشوفكم في فيديوهات جايه كتير. استاذ اندرو شكرا بشكر حضرتك اشكرك، وتشوفك على خير ميرسي ان شاء جدا على الله. المقابله دي.